رياضية أبرزها إقصاء المنتخب الوطني من المشاركة في كأس أمم إفريقيا بعد طلب المغرب تأجيل الكان، وإقصاء الأندية الوطنية المشاركة بالكؤوس الإفريقية، وانتخاب رؤساء بعض الجامعات الرياضية. المزيد من التفاصيل نتابعها في تقرير محمد سقيم وأحمد المدفعي. شهد العام الحالي العديد من النتائج الرياضية المتواضعة بالإضافة إلى أحداث ستظل مرتبطة به، والأبرز تشبث المغرب بطلب تأجيل استضافة النسخة 30 من الكأس الإفريقية بسبب مخاوف من تفشي فيروس إيبولا، تشبث لم يثني الاتحاد الإفريقي للعبة من سحب التنظيم من المغرب ومنحه لغينيا الاستوائية، كما استبعدت الكاف المنتخب المغربي الأول من المشاركة في النهائيات الإفريقية التي ستقام في الفترة ما بين 17 يناير والثامن من فبراير المقبلين، وسمح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمشاركة الأندية المغربية في دوري الأبطال وكأس الاتحاد الإفريقي في الموسم المقبل، بينما فضل إرجاء البت في العقوبات الرياضية والمالية المتوقع فرضها على المغرب إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية. ولا يعرف المنتخب الأول مصيره بعد استبعاده من البطولة القارية المقبلة وسط تكهنات من استبعاد آخر من نهائيات أمم إفريقيا 2017، علما أن الجامعة عينت بادو الزاكي مدربا. وبجانب سحب تنظيم كأس الأمم الإفريقية، تسببت الأمطار التي هطلت على العاصمة الرباط خلال مباراة دور الثمانية لكأس العالم للأندية في ظهور مشكلات في أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله، ودفع هذا إلى فتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات. وشهد عام 2014 انتخاب عدة رؤساء للجامعات الرياضية بما في ذلك جامعة كرة القدم التي عرفت انتخاب فوزي القجع بالمنصب لمدة 4 سنوات، بينما انتخب مصطفى أوراش رئيسا لجامعة كرة السلة، وبشرى حجيج لجامعة كرة الطائرة، ودريس الهلالي رئيسا لجامعة التايكواندو. المنتخب المحلي كان قد افتتح العام بأول مشاركة له في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بجنوب إفريقيا والتي بلغ فيها الدور الثاني، كما أن مهمة التدريب أسندت لمحمد فاخير. واستمرارا في مغربة الأطر الوطنية، تم تعيين حرمة الله مديرا وطنيا للتكوين وناصر لارغيت مديرا تقنيا وطنيا لينطلق معا في عقد الدورات التكوينية. وعلى صعيد الأندية، ودع المغرب التطواني كأس العالم للأندية من الدور التمهيدي بعد خسارته بركلات الترجيح أمام أوكلاند سيتي نيوزيلندي، وخرج نادي الرجاء البيضاوي والجيش الملكي من الأدوار الأولى لدور أبطال إفريقيا خلال العام الحالي. وعلى نفس المنوال، صار المغرب الفازي بخروجه من كأس الاتحاد الإفريقي من الدور الأول، وكان الدفاع الحسني الجديد الاستثناء حيث بلغ الدور الرابع لكأس الاتحاد الإفريقي. واكتفى منتخب ألعاب القوى بذهبية واحدة في بطولة إفريقيا التي أقيمت في مراكش من خلال غزلان سيبا في القفز العلوي. عبد الكبير والدار خلق الحدث في عالم الفروسية خلال العام ببسطه سيطرة واضحة في المنافسات المحلية وتألقه دوليا بعدما صنف ضمن 15 فارسا في العالم. إلى أخبار الأندية الوطنية، فريق الكوكب واحد من الأندية التي تتبارى بقوة على مراكز الرياضة تجاوز النتائج السلبية بفوز مستحق أمام الدفاع الحسني الجديدي، وتبقى أمام الجمهور المراكشي التوقيع على مسار جيد خلال الموسم الحالي، ولما لا الفوز بلقب طال انتظاره. مستجدات ممثل المدينة الحمراء في روبورتاج سفيان الرشيدي وسفيان جريد. لم يحن الوقت بعد لكي يتحقق الرجاء، رجاء ساكنة مراكش التي طال انتظارها لمعانقة لقب ينسيها سنوات الجفا. النادي الذي سار في دروب قاحلة تغير حاله بعد الصعود، هيكلة إدارية وتقنية مكنته من الصمود أمام أعتى الأزمات، إلا أن الرؤية تختلف لدى الطاقم الفني بقيادة هشام الدمعي الذي يظل أكثر موضوعية في التعامل مع وضعية الكوكب كواحد من النوادي المرشحة للتنافس على لقب الدوري الاحترافية. كل فريق عنده واحد من طبيعة الحال عنده مرجعية تاريخية وجماهيرية. بالنسبة للكوكب نورمالمون كان أنه خصو فضل، يعني لما تيتواجد في هذه المرتبة كان لزاما عليه أنه يلعب البطولة، ولكن تنعرفوا أنه الفريق مر من ظروف خاصة. يلفو سويفر التاريخ القريب ماشي التاريخ ككل، أنه الفريق يعني عانى من أزمات مادية كثيرة، وجوكرو الطريقة فاش ولا الاتجاه اللي خدا الفريق، فالهدف الأساسي عندنا هو ما نطيحوش في نفس الأخطاء اللي طحنا فيها في الماضي.
ما إن تسربت معلومات عن مفاوضات وصفت بالجدية لانتقال الحارس عبد العالم حمدي إلى الوداد، حتى ثارت حفيظة فئة عريضة من المناصرين فكرة التخلي عن واحد من ركائز الفريق في منتصف الطريق، لم يتقبلها العقل والمنطق معا لدى المتيمين بعشق الفريق قبل أن يتم تدارك الموقف دون وضع حد لتبعاته. الموقف ديالنا كان واضح وصريح أنه في تحليلا وبناء على الظروف اللي احنا فيها ولا كما قلت الاتجاه اللي غاديين فيه، فالموقف ديالنا كان واضح وانه لا يمكن التخلي على الحارس في هذا الوقت هذا. مالوروزمون هذه فتره الانتقالات شويه سيت اون موفيز ايدي سيت اون موفيز تراديسيون، لانه احنا الحمد لله منذ سنتين لا في القسم الوطني الثاني انتدبنا فقط لاعب. السنه الماضيه كانوا عندنا انتدبنا لاعبين في اخر لحظه، يعني جانا انتقال تاع اللاعب جيفرسون. اللاعب ملي كتكون الهضره عليه بزاف بانه غينتقل واحد الفريق، يقدر التركيز ديالو كيتشتت من غير اللاعب اللي تتكون عنده واحد الشخصيه، ولانه كيبقى مركز على التدريب ديالو وعلى الفريق ديالو. الكوكب المراكشي تخطى اخفاقاته وصح وضعيته في ترتيب الدوري. مواجهه اولمبيك اسفي في ختام جولات الذهاب، نتائج قد تضع الفريق بطلا لخريف فخري. روح المسؤولية لدى اللاعبين ترشح كفة فرسان النخيل للتوقيع على موسم استثنائي. الكل كيعرف النديه ديال المقابله ديال اسفي مع مراكش كتطبع واحد النديه ديال الجمهور ولا ديال اللاعبين. كنتمنى من الله نستعد ما فيه كفايه كما جميع المقابلات ونحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم دو بوان. سهل الله في الرباح، نتمنى من الله باش نختموا هذا لا فازالي بأون فيكتوار ان شاء الله. لم يعد للمراكشيين الا مسيره ركب الزعامه، كيف لا وهم من تذوقوا شهد البطولات في زمن ولا، الا ان الحنين اليها لم تغب شمسه عن نخيل مراكش بعد. بجهتي ممثل العاصمة العلمية للمملكة المغرب الفاسي والذي أنهى تعاقده بالفرنسي فرانك دوما بعد حصده لسلسلة من النتائج السلبية، يعود للارتباط بالإطار الوطني رشيد الطوسي. العقد تبلغ مدته سنة ونصف قابلة للتجديد في مهمة للطوسي لإنقاذ الفريق من وضعيته الحالية. وكان المدرب قد فك ارتباطه مؤخرا مع نادي الجيش الملكي بسبب سوء النتائج. نبقى مع أخبار الأندية الوطنية الأخيرة. ستخوض ابتداء من الجمعة مباريات الأسبوع الخامس عشر وسيقص الشريط بمباراة الجيش الملكي ونهضة بركان، وإليكم مشاهدينا البرنامج الكامل. ملاعب القسم الوطني الثانية الأخرى ستشهد مباريات قوية في الجولة الخامسة عشرة وفق هذا الجدول. دولي نجرى إسباني فرناندو توريس فحوص الطبية اليوم الأربعاء استعدادا لانضمامه لفريقه أتلتيكو مدريد في صفقة سعر سنة ونصف من ناديه ميلان الإيطالي. توريس خاض اليوم كذلك أولى الحصص التدريبية رفقة فريقه القديم. محمد بن ثابت. استعدادا للعودة لفريقه الأصلي أتلتيكو مدريد، خدع المهاجم فرناندو توريس لكشوفات طبية قادما من نادي ميلانو آسي الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم ونصف. نادي أتلتيكو مدريد سيقدم لاعبه ذو 30 ربيعا لجمهور النادي يوم الرابع يناير، على أن يصبح الانتقال رسميا في اليوم الذي يليه. ومن المتوقع أن يشارك فرناندو توريس صحبة فريقه يوم السابع يناير أمام الفريق الغريم ريال مدريد ضمن مسابقة كأس ملك إسبانيا. ولعب توريس أول مباراة رسمية مع أتلتيكو مدريد في العام 2001 حين كان عمره لا يتجاوز 17، وبعدها انتقل لفريق ليفربول الإنجليزي ومنه إلى تشيلسي الذي فاز معه بلقبي كأس عصبة الأبطال والاتحاد الأوروبي. فرناندو توريس حظي باستقبال كبير من لدن مشجعي النادي قبل أن يخوض على الفور تدريبه الأول مع زملائه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في المدينة الرياضية. ويذكر أن توريس يعاني من مشكلات في ركبته اليمنى منذ 4 أعوام، وهي الإصابة التي تحد من قدرته الهجومية، إذ لم يسجل سوى هدف وحيد مع ميلانو هذا الموسم.
عقد مانويل بيليغريني مدرب مانشستر سيتي مؤتمرا صحفيا اليوم الاربعاء للحديث عن مواجهه ساندرلاند غدا الخميس، فيما تحدث هاري ريدناب مدرب كوينز بارك رونجرز عن استعدادات فريقه للعب مواجهه الدوري الانجليزي يوم غد الخميس امام المضيف سوانزي. مروان جرموني. الجولة 20 من الدورية الإنجليزية الممتاز تحمل في طياتها طبقا دسما من المباريات المهمة. المان سيتي سيستقبل في ملعب الاتحاد نظيره ساندرلاند صاحب المركز 14. المدرب مانويل بيليغريني أكد أن المهمة لن تكون سهلة، علما أن ساندرلاند تعادل في 11 مواجهة من أصل 19 لعبها هذا الموسم، ويفتقد المدرب الشيلي لخدمات المدافع بيسينتي كومباني والهداف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمهاجم البوسني إيدين زيكو بسبب الإصابة، ولاعب الوسط البرازيلي فرناندو بسبب الإيقاف. وبخصوص يايا توري أكد بيليغريني أنه بخير ولا يعاني من أي مشكلة. أما عن نية الفريق انتداب لاعب سوانزي سيتي ويلفريد، فقال مدرب المان سيتي إن اسمه في قائمة 30 لاعبا يراقبهم الفريق هذا الموسم، وهذا كل ما في الأمر. فريق ساوثهامبتون سيستضيف بدوره أرسنال بهدف تعويض خسارته في الدور الأول بملعب الإمارات في معركة المربع الذهبي. المدرب رونالد كومان قال في مؤتمر صحفي: يسعدنا دوما اللعب مع أرسنال، إنه فريق هجومي يستمتع باللعب، علينا الاستعداد جيدا، نعلم ما يتوجب علينا، مشيرا إلى أن المسألة ليست بالسهلة. وعن فترة الانتقالات أكد رونالد كومان أن النادي يريد ضم لاعبين لا التخلي عنهم، معللا: نحن لا نسرح اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، أي في منتصف الموسم. نبقى بالبريمير ليج، إذ عقد جون كارفر مساعد مدرب نيوكاسل مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن مواجهة الضيف بيرلي وعن الرحيل المحتمل للمدرب آلان باردو عن تدريب الفريق. هدى العلوي. عقد جون كارفر مساعد مدرب نيوكاسل مؤتمرا صحفيا